السلام عليكم أحبائي المشاهدين، ونتمنى أنكم تكونوا على خير وبصحة والسلامة إن شاء الله. كيف ما كتلاحظوا مشاهدي الكرام، وصفة اليوم هي بريوش بلاد ليك. يعني غادي نعمل واحد البريوش بلا ما ندلكو في 10 دقائق، ما فيش الخدمة، كيجي زوين على هذا الشكل كما كتلاحظوا. بلا ما نطول عليكم، بلا ما نشوخكم في طريقة التحضير، خليكم معايا وإلى طريقة التحضير. بالنسبة للمقادير البريوش، عندي زلافة ديال الزبدة، حوالي 150 غرام ديال الزبدة مخلطة الجزء، 150 غرام ديال الزبدة وما تبقى كله زيت، يعني نص زبدة ونص ديال الزيت. زنجلان حوالي 100 غرام. بالنسبة للفواكه الجافة، هنا عندي التوت البري، هذا نوع من التوت البري، ممكن تستعملوا أي نوع من الفواكه الجافة، الزبيب، التمر، المشماش، البرقوق، أي نوع عندكم. 4 ديال البيضات. سكر سنيدة 150 غرام. كاس ديال الحليب، هذا العبار هو نفس عبار ديال هاد الزلافة عامرة. الخمارة ديال العجين، رشة ديال الملح، وخمارة ديال الحلوى 11 غرام. اما بالنسبة للفرينة فهذا كيتوقف على حسب الخليط وما كتطلب الوصفة ديالنا. بالنسبة للبريوش، على بركة الله في تصدير الوصفة ان شاء الله. بالنسبة للتروان ديال البريوش، انا كنفضل انني نرونه في جبانية ديال البلاستيك. انا من الاحسن ترونه في جبانية ديال البلاستيك، لانه البلاستيك كيساعد باش العجينة كتحمر دغيا. للإشارة، أنا عندي هنا هذا الكاس ديال الحليب دافي، كنت نسيت باش نذكره في المقادير. بسم الله. قليل من الخميرة، الحلاوه كلها واحد على حسب. انا عندي حوالي 150 غرام ديال السكر. انا كنفضل انني نخلط الحليب والسكر والخميره ونخليهم واحد 5 دقائق باش يتفاعلوا، باش يساعدني على الخمير، ونغطيهم واحد 5 دقائق. بعد ما جمعت العجينه ديالي كتجي على هذا الشكل، هذا كتجي مرخيه بلا ما ندلكوها، كتبقى هكا. دابا غادي نجمع العجينه مزيان في هذه الجبانه هذه ونغطيها ونخليها حتى تضاعف الحجم ديالها، حتى كتخمر مزيان، ومن بعد نكورها ونحطها في الصيني، ومن بعد عاوتاني نخليها تخمر وندير لها الديكور ديالها وندخلها للفران. بعد ما خمرت العجينه كما كتشوفوا كتجي بحال هكايا، كتضاعف الحجم ديالها. غادي ناخذ واحد الزلافه ندير فيها الزيت، الطاوة ديالي، نبدا نشكل. نزل شويه ديال العجين، نبدا كنشكل، نحط شويه ديال التوت البري هنايا لداخل على هذا الشكل، ونكور.
وداك الشيء على حسب كل واحد والذوق ديالو. ممكن تستعملوا الحبيبات نتاع الشوكولات، ممكن تستعملوا الفواكه الجافه، اي حاجه عندكم في الدار تقدروا تستعملوها. انا هنا استعملت التوت البري عندي في الدار. كما كتشوفوا العجينه كتجي مطلوقه. بعد ما كورت العجينه ديال البريوش غادي دابا نحاول نضغط عليها شيئا ما بحال هكا كما كتشوفوا بالكف ديالي على هذا الشكل، هكا تجي مضغوطه بحال هكا. ونخليها تخمر حوالي 10 دقائق. من تخمر ندهنها بصفار البيض ونرشها بشويه الزنجلان وندخلها الفران. ودابا بعد ما خمر الخمره الثانيه دهنته بصفار البيض على الوجه ورشيته بشويه ديال الزنجلان. بالنسبه للطياب غادي ندخلو الطياب نشعل عليه من التحت، ملي تحسوا انه تحمر من التحت ديالو شعلي عليه من الفوق. كما كتشوفوا البريوش ديالي باقي سخون، يلا خرجته من الفران كيجي على هذا الشكل هذا. خليني نوريكم كيفاش كيجي من الداخل. كما كتشوفوا بغيت نوريكم كيفاش كيجي من الداخل بحال القطن مسوف. هانتوما احبائي المشاهدين، بعد ما وجد لي البريوش ديالي حطيته في طبق التقديم. كيف ما كتلاحظوا جا على هذا الشكل هذا. نتمنى انه يعجبكم وتحضروا في البيوت ديالكم ويرفقكم، ومع وصفة اخرى ان شاء الله، والى اللقاء.